بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إخواني الأعزاء، في هذا المقطع سنتعلم طريقة إكثار الزنزلخت بطريقة الترقيد الهوائي. من المعروف أن الزنزلخت نبات سريع التكاثر من خلال البذور، تنجح بشكل كبير جدا وبأي ظروف تنجح البذور، ويمكن إكثار الزنزلخت من خلال البذور. ولكن في حال رغبنا في الحصول على نبات زنزلخت بحجم كبير، يمكننا استخدام طريقة الترقيد الهوائي، طبعا بالإضافة إلى أنه قابل للتكاثر من خلال البذور وبنسبة نجاح عالية جدا، أيضا من خلال العقل والأقلام ينجح الزنزلخت بشكل أيضا موفق وكبير. الآن سنتعلم طريقة إكثار الزنزلخت من خلال الترقيد الهوائي للحصول على نبات كبير، على شجرة زنزلخت كبيرة. والأعزاء، قمنا بتثبيت البلاستيك من الجهة السفلية توفيرا لوقتكم. نقوم منطقة الترقيد التي منطقة التجذير بهذه الطريقة. نزع اللحاء الخارجي من الجهتين، من كل الجهات بشكل أسطواني بحكم طبيعة الغصن. بطبيعة الحال بشكل أسطواني سيكون. لا يحتاج هرمون تجذير ولا يحتاج أي محفز على التجذير. العملية ستكون سهلة جدا وسريعة جدا. إن كنتم تذكرون في عمليات الترقيد التي قدمناها في مختلف مقاطعنا، مسألة الوقت لها أهميتها. الزنزلخت لا يحتاج إلى وقت طويل، وقت متوسط بحدود 50 يوما، 50 إلى 60 يوما، وسيكون قد تشكل النبات الجديد بحول الله. بعد أن قمنا بتعرية منطقة التجذير كما شاهدتم، هذا مادة البتموس المرطبة. يمكن استخدام الكمبوست ويمكن استخدام تربة مرطبة، شريطة أن تكون مزودة بنسبة كبيرة بالسماد الطبيعي البلدي المختمر. ينبغي أن تكون منطقة التجذير رطبة ومن التربة الغنية، وسط ملائم لنضمن نجاح عملية التجذير، ولكي لا يضيع جهدنا هباء. وكما نعلم، التحدي الأساسي في نجاح عملية التجذير هو إغلاق المكان وعزله عن الهواء بشكل كافي، بحيث نتيح للجذور التشكل الطبيعي وفقا للآلية التي تتشكل بها
تشكلا طبيعيا صاحب إخواني الأعزاء علينا أن نحكم غلق المكان بشكل أساسي. طبعا يفضل دوما البتموس إن توفر بسهولة التعامل معه. لاحظوا إخواني الأعزاء قلنا أن السبب الذي يدفعنا لترقيد الزنزلخت هوائيا هو الحصول على نبات كبير، فهذه العملية يمكن إجراءها على ساق على غصن بقطر 10 سنتيمترات. عملية سهلة وخاضعة للتقدير الشخصي للمنفذ الإجراء بحيث يتيقن من أن لا يمكن أن يتسلل الهواء إلى داخل منطقة التجذير. شكرا لمتابعتكم، ادعمونا باشتراككم وتفعيل زر الجرس في قناتنا قناة يسير. محبتنا واحترامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.